شركة الحكمة وشركة الكاندي للصناعة الصيدلانية أنموذجان لشراكة جزائرية أردنية مربحة بمقاييس عالمية، لهما وجود محلي في الجزائر منذ سنوات. الشركة الأردنية الكاندي أول شركة في صناعة الأدوية الجنيسة على المستوى الوطني، فيما فاق رقم أعمال دار الحكمة المليار دولار. المؤسستان تساهمان بشكل ريادي في تعزيز المجال الصيدلاني في الجزائر. كندي هي شركة من أصل أردنية، فهذه الشركة شركة رائدة في صناعة الأدوية في الجزائر. هذا جاء بفضل بالطبع المجهودات تاع المستثمرين والعمال والى اخره، ولكن ثاني السلطات ساعدتنا كثير بحمايه الصناعه مقابل تقليص فاتوره الاستيراد. هذه خلات كثير من المستثمرين استثمروا في بلدنا. احنا قمنا شركه الحكمه بتوسيع النشاط تاعنا والاستثمار، حيث اليوم حجم الاستثمارات تاع شركه الحكمه في الجزائر يبلغ اكثر من 200 مليون دولار، وهذا اللي كنا احنا دائما نطمح ليه، لانه هذا اليوم حيسمح لنا انه اليوم يكون ما بين شراكه ما بين البلدان العربيه. اضافه الى دور المؤسستين في تزويد السوق الجزائريه بمختلف الادويه والمستحضرات الصيدلانيه، فهما يساهمان في نقل الخبره والتكنولوجيا في ظل مناخ استثماري مشجع. فيما يخص مناخ الاستثمار، حاجة جيدة نلاحظها هو أنه فيه كثير من التبادلات، كان تسهيلات فيما يخص الضرائب، فيما يخص الجمارك، فيما يخص كما قلت لك تاني عندما يكون الدواء مصنع محليا فلا يقابله استيراد، هذه تاني ساعدت كثير المصنعين أنه كانت في حماية للصناعة المحلية من الاستيراد، وهذه ساعدتنا باش تطورنا في السوق الجزائري. توافق الرؤى بين الجزائر والأردن عبد الطريق أمام تعزيز الاستثمار المنتج، وهو اليوم يرسم مستوى علاقات أقوى على أكثر من صعيد.